السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم أحبتي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي. مستر جودة معكم في قناتكم جودة عودة، وإن شاء الله النهاردة هقدم لكم الجزء الثاني من الوحدة الثانية لمنهج اللغة الإنجليزية للصف الثاني الإعدادي. Unit 2 Lessons 3 and 4. ولكن قبل أن أبدأ الدرس أحبتي، أود أن أذكركم سبسكرايب أو اشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس على الأول، ولايك وشير للفيديو دعما وتشجيعا لنا على المزيد من الفيديوهات. نبدأ أولا بالكلمات الجديدة لهذا الدرس: Airport مطار، Crowds حشد أو جمهور، Funny مضحك، Guest ضيف، شارب حاد، سكين جلد الإنسان أو الحيوان، سوت كيس حقيبة سفر، تريت يعالج أو يتعامل، ويدنج حفل زواج، بيهايند خلف، إن فرونت أوف أمام، In the background في الخلفية، In the foreground في المقدمة، In the middle في المنتصف، On the left على اليسار، On the right على اليمين، Towards باتجاه، Hang hung hung يعلق، sell sold sold يبيع، sew sewed sewn يخيط، dark غامق اللون، light فاتح اللون، striped مقلم أو مخطط، alone بمفرده، desert صحراء، friendly ودود، grateful ممتن أو شاكر، happiness سعادة، normal طبيعي، teenager مراهق، hell تل، invite يدعو، husband زوج، wife زوجة، excited مثار، exciting مثير، kind طيب، loud عالي الصوت، lazy كسول، playground حوش أو فناء، port ميناء، choose chosen يختار، land أرض، magazine مجلة، suit بدلة، though بالرغم من، weeding إزالة العشب الضار، mosque مسجد، nature طبيعة، probably من المحتمل، fly flew flown يطير، show showed shown يبين. والآن أحبتي مع الجزء التالي من درس هذا اليوم، وهو جزء خاص ب language expressions تعبيرات لغوية، language expressions. أول تعبير عندنا as usual كالمعتاد، as usual. catch a plane يلحق بالطائرة، catch a plane. feel better يشعر بتحسن، feel better. get married يتزوج، get married. take a photo يلتقط صورة، take a photo. take a selfie يلتقط صورة بالكاميرا الأمامية، take a selfie. do something kind يفعل شيئا لطيفا، do something kind.
do well يؤدي جيدا. do well. do wrong يؤدي بشكل خاطئ. do wrong. get a rest يحصل على راحة. get a rest. get texts يتلقى رسائل نصية. get texts. get worried يقلق. get worried. have a good time يقضي وقتا ممتعا. have a good time. have a better time يقضي وقتا أفضل. have a better time. make friends يكون صداقات. make friends. أما جزء الخاص بالprepositions أو حروف الجر، ناخد أول حاجة عندنا for the first time للمرة الأولى. for the first time. get on a plane يصعد على الطائرة. get on a plane. go into يدخل. go into. smile at يبتسم في وجه. smile at. walk for يمشي لمدة. walk for. happy about سعيد بشأن. happy about. on a trip to في رحلة إلى. on a trip to. pleased about مسرور بشأن. pleased about. الجزء التالي من درسنا النهاردة هو جزء خاص ب language notes ملاحظات لغوية. language notes. أول ملاحظة عندنا عند عطف فعلين على بعضهما فإنهما يأخذان نفس الزمن، ومن الأفضل عدم تكرار الفعل المساعد. نأخذ مثال حتى نفهم أكثر. I am sitting under the tree and hungrily eating my lunch. أنا أجلس تحت الشجرة وبنهم أو بجوع أكل غدائي. نلاحظ هنا أننا ربطنا الجملتان بأند، وهنا فعلان، فعل على اليسار am sitting وهو في المضارع المستمر، لذلك الفعل الذي يكون على يمين and كذلك سيكون في المضارع المستمر، ولكننا حذفنا الفعل المساعد. من الأفضل حذف الفعل المساعد am في الجهة المقابلة، وقلنا and hungrily eating ولم نقل and hungrily I am eating. okay. حذفنا الفعل المساعد اللي هو am في الجهة المقابلة. الفعل make يأتي بمعنى يصنع. احنا اخذنا الفعل make بمعنى يصنع، ولكن يمكن ان يأتي بمعنى يجعل. في درس النهاردة ان شاء الله هناخد له معنى تاني وهو بمعنى يجعل. ناخد مثال عشان نفهم اكتر. The news made us happy. الاخبار جعلتنا سعداء. نلاحظ هنا ان made هو الماضي من الفعل make، وmade هنا بمعنى جعلتنا. made us جعلتنا happy سعداء، وجاء بعدها صفة. okay. ناخد مثال آخر. the play made me laugh. المسرحية جعلتني أضحك. المسرحية جعلتني أضحك. نلاحظ هنا أن الفعل made وهو بمعنى جعل الماضي من make، جاء بعده الفعل في المصدر laugh. the play المسرحية made me laugh جاء مصدر بعد الفعل made. التعبير it's plus adjective plus to plus infinitive يعني أنه لمن. ناخذ أمثلة عشان نفهم أكتر. it's normal to get worried sometimes. إنه طبيعي بأن تقلق أحيانا. okay. أو تصبح قلقا أحيانا. لاحظ معي normal الصفة ثم to ثم المصدر. مثال آخر. it's dangerous to smoke. إنه من الخطير أن تدخن. لاحظ معي dangerous جاءت صفة ثم to ثم المصدر. وهنا بعض الأسئلة التي تقيس فهمنا لجزء لهذا الجزء وهو جزء language notes. فضلا أحبتي الإجابة في التعليقات عن هذان السؤالان وهو أسئلة choose اختار. my father is in the garden. He is cleaning
and space the plants. Waters, B. Water, C. Waters, D. Watering. Number two, it's good space hard to get high marks. It's good, هتبقى ايه؟ Number A, to study, ولا to studying, ولا study, ولا studying. سأنتظر إن شاء الله إجاباتكم عن هذه الأسئلة في الكومنتس أو التعليقات أسفل الفيديو. والآن مع الجزء الخاص بالجرامر لهذا الدرس، وهو جزء خاص عن الأدفيرب، وسنتعلم ما هو الأدفيرب أو الظرف في هذا الدرس. فلننتقل معا إلى جزء الجرامر. درس اليوم هو Adverbs of Manner، أظرف الحالة أو الكيفية. Adverbs of Manner. قبل أن نبدأ في معرفة الظرف، يجب أن نعرف ما هي الصفة. الصفة هي كلمة تصف الاسم وقد تأتي قبله أو بعده. مثال: I saw a tall man. أنا رأيت رجلا طويل. هنا الصفة tall جاءت لتصف المان، رجل طويل. مثال آخر: The man is tall. الرجل يكون طويل. هنا tall جاءت لتصف man وجاءت بعده. أما الظرف فهو كلمة تصف الفعل وغالبا تأتي بعده. مثال: The man ran quickly. الرجل جرى مسرعا. هنا الظرف quickly مسرعا جاء ليصف الفعل ران. ران كويكلي جرى مسرعا. صهيب speaks loudly. صهيب يتحدث بصوت عالي. هنا الظرف loudly جاء ليصف الفعل speaks يتحدث بصوت عالي. يتكون الظرف غالبا بإضافة ly للصفة. مثال: سنأخذ عدة صفات ونحولها إلى أظرف. bad سيء، badly بطريقة سيئة، careful حريص، carefully بحرص، easy سهل، easily بسهولة، excited مبتهج أو متحمس، excitedly بابتهاج أو بحماس، happy سعيد، happily بسعادة، hungry جوعان، hungrily بجوع أو بنهم، kind عطوف، kindly بعطف، lazy كسول، lazily بكسل، loud صوت عالي، loudly بصوت عالي. الصفة المنتهية بواي لتحويلها إلى ظرف، نحذف حرف الواي ونضيف اي ال واي للصفة. مثال: الصفة easy سهل، لتحويلها إلى ظرف ستصبح easily بسهولة. الصفة happy سعيد، تصبح happily بسعادة. الصفات المنتهية بال اي عند تحويلها إلى أظرف، نحذف حرف الاي ونضيف واي. مثال: الصفة possible ممكن، تصبح possibly من الممكن. الصفة probable محتمل، تصبح probably من المحتمل. بعض الصفات شاذة عند تحويلها إلى أظرف لا تتبع أي قاعدة. مثال: الصفة fast سريع، عند تحويلها إلى ظرف تصبح fast بسرعة. الصفة hard صعب أو شديد، تصبح hard بشدة. الصفة late متأخر، تصبح late متأخرا. الصفة early مبكر، تصبح early مبكرا. الصفة right صحيح، تصبح right بطريقة صحيحة. الصفة good جيد،
تصبح الظرف will بطريقة جيدة. وهكذا أحبتي نكون قد انتهينا من درس هذا اليوم. أتمنى أن يكون الدرس قد نال إعجابكم. فضلا سبسكرايب أو اشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس على الأول، ولايك وشير للفيديو دعما وتشجيعا لنا على المزيد من الفيديوهات. وحتى ألقاكم في الفيديو القادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.